السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أختكم جوليا من تونس. إن شاء الله في هذا الفيديو سأقوم بشرح شركة قد تغير حياة الجميع، شركة مختلفة تماما عن النظام الذي عهدتموه في مواقع الربح. إذن إخواني، منذ هذه اللحظة أستطيع أن أقول لكم دعوا عنكم كل المواقع وكل الشركات الوهمية وانضموا إلي في أول فريق عربي في شركة إيدينار. هذه الشركة التي لم ينتبه إليها العرب تقريبا، أنا أول عربي يتسجل فيها. بعد بحث عميق وتجربة شخصية وضعتها لقمة سائغة لكل من يحلم بربح حقيقي لمدة طويلة. نبدأ أولا بتقديم الشركة. شركة إيدينار هي شركة أوكرانية تقوم بتعدين عملة جديدة اسمها الإيدي إير باستغلال الطاقة الشمسية. إذن عملتها الإيدي إير، والشيء الرائع أخواني والمشجع جدا أن هذه العملة دخلت البورصة منذ 4 شهور، يعني مستقبلها مضمون، ليس مثل باقي المشاريع بين قوسين، يعني مثلا الوان كوين، أسبيس كوين وغيرهم كثير التي يلهث وراءها الكثيرون دون دراية بأنهم يسعون وراء سراب. أخواني، كما يقول المثل، دع عنك الباب الموسط واترك الباب المفتوح. في الإيدينار باب الربح فيها مفتوح على مصراعيه. اغتنم الفرصة في البداية قبل ارتفاع سعر الإيدي إير، فسعرها الحالي بين 1 دولار و 1.43 دولار، يعني الآن هو أحسن وقت للاستثمار فيها، ولما لا تحقيق الحرية المالية ليس بالشيء المستحيل. بالنسبة لمن يسأل عن الحلال والحرام، أخي، أولا الاستثمار في العملات الإلكترونية حلال، لأن قيمة العملة متغيرة لأنها مرتبطة بعملية البيع والشراء في البورصة. طيب، لمن يسأل عن مصداقية الشركة، أخي، الشركة الصادقة 100% وبالأدلة. أولا أن العملة حقيقية لأنها موجودة في البورصة مثلها مثل البيتكوين والإثريوم وغيرها من العملات. ادخل مثلا لمنصة اليوبيت، منصة اليوبيت، عفوا، فالحاسوب عندي ثقيل بعض الشيء لكثرة البرامج. اليوبيت هي منصة عالمية نجد فيها تقريبا أغلب العملات الحقيقية والقوية، يقومون بالتداول بها هنا. إذا نظرتم ستجدون رمز العملة EDRC تقريبا خلف البيتسي مباشرة، خلف عملة البيتكوين مباشرة، وهذا دليل على قوة العملة. ايضا لديها محفظه، هذه اخواني محفظه الايدي اير، ستجدون كل الروابط بعد او خلف الفيديو مباشره. طيب، انا اسفه يعني على الكمبيوتر ثقيل شيئا ما. طيب، لديها ايضا بلوكشين خاص بها مثل البيتكوين. طيب، سأريكم شيء آخر، شيء غير موجود في، إذا لم أقول كل الشركات، يعني الشركات الوهمية طبعا. شركة الإيدي إير تحوي على شهادة حقيقية. حسنا، سأريكم. هذه الشهادة تجدونها في بعض المواقع لكن تكون مجرد صورة، لكن هنا في شركتنا، في شركة الإيدينار، هي شهادة حقيقية وستتأكدون من ذلك معي الآن. لأن لقد قمت بغلق بعض الصفحات حتى يخف الحاسوب قليلا. نكمل اخواني، اذا كما قلنا شهادة الشركة، هذا الموقع المرتبط بشركتنا الإيدينار، اذا ضغطتم هنا هذه الشهادة التي حدثكم عنها، اذا كما ترون هنا
كومباني نمبر، رقم رقم تسجيل الشركة، الشهادة، تاريخ التسجيل، تاريخ هذه الشهادة. إذا نظرنا هنا view PDF، هذا كتاب يحتوي 23 صفحة تقوم بالتعريف للشركة، يعني التعريف في الكابيتال، في يعني رأس المال بتاع الشركة، في التسجيل، كل كود بار، كل المعلومات التي تخص الشركة نجدها هنا. أي شخص منكم يستطيع أن يضغط على هذا الرابط وسيكون أمامه كامل الكتاب. انظروا معي، شركة حقيقية زي مثل ما قلت لكم، كود بار الشركة، التسجيل، كل المعلومات، كل المعلومات لمن يريد التأكد من مصداقية الشركة. أيضا أخواني، ملاحظة أخرى بالنسبة للمصداقية ونظام الشركة الممتاز، هذه أرقام الهاتف في اليو اس اي وفي اليونايتد كينغدوم، الأرقام الهواتف شغالة وتستطيعون الاتصال بالشركة في كل وقت. أيضا السيبور، يعني تستطيعون الحديث والتكلم مع السيبور في كل وقت، تجدون الشات من هنا وتستطيعون التواصل لديهم. سيبور ممتاز جدا، يجيب في كل وقت ويجيبك على كل ما تتعرض إليه أو ما قد تتعرض إليه من مشاكل في الشركة. مثلا إذا لم تكن تعلم كيف تقوم بالاستثمار أو كيف تقوم بالسحب، تستطيع التحدث مع الشات وهم يدلونك على الخطوات اللازمة. بالنسبة للإخوة الذين يأتونني على الخاص ويقومون بمقارنة بين شركتنا وبين مواقع أخرى مثل الهاش أوسيون مثل غيرهم، أقول لهم من يقارن بين الهاش أوسيون والإتينار، الإتينار هي مالكة للعملة وليست مجرد موقع وسيط، الإتينار هي التي تقوم بتعدين الإتيال. يعني إخواني لو لاحظتم الهاش أوسيون يعني تحت غطاء أنه يقوم بالتعدين، يقوم بتعدين البيتكوين. طيب هل يمتلك البيتكوين؟ لا يمتلك البيتكوين، لكن الإدينار تمتلك الإدينار. يعني من الشيء الغير معقول أن تقوم بالنصب، كيف ينصب الشيء الذي يقوم بإنتاج ما يمتلكه؟ طيب إذا يعني كذبت في الإدينار، طيب فلتكذب أيضا في الإثريوم، كذب أيضا في شركة الميكروسوفت، كذب أيضا في البيتكوين. كما لاحظتم يعني العملة موجودة في اليوبيت، تستطيعون القيام بال يعني بالتحويل مثلا بين الاي دي ار والبيتكوين عادي، بين الاي دي ار والاثريوم عادي، يعني عملة مثلها كمثل باقي العملات القوية. فمن يرغب في تعدين البيتكوين مثلا يستطيع الاستثمار في الاي دي ار في شركة الإدينار، ثم يقوم بتحويل أرباحه الإدينار إلى البيتكوين عن طريق منصة اليوبيت. أمر سهل، التحويل يكون تقريبا في 5 دقائق أو 6 دقائق. طيب ومن ناحية الأمان، الشركة تتمتع بنظام أمان عالي جدا، وستلاحظون ذلك من خلال قيامكم بالتسجيل وقيامكم بالدخول للشركة وقيامكم بالاستثمار والسحب. الشركة تطلب منك كود بين عند كل خطوة. طيب نمر إلى خطوة هي أهم خطوة، وهي نسبة الربح وطريقة الربح واستراتيجية الربح في الشركة. بالنسبة لنسبة الربح إخواني، الشركة تمنحك 120% كل شهر، يعني بمعدل 20% مدى الحياة كل شهر. الربح يومي 0.65%، هذا الربح من العملة وليس من الدولار. يعني مثلا إذا كنت تربح في اليوم 10 دولار، ارتفعت قيمة العملة سوف يرتفع ربحك معها.
إذا صارت مثلا العملة قيمتها 10 دولار، يصير ربحك اليومي 100 دولار. نعم 100 دولار، يعني ربحك مرتبط بارتفاع العملة. وكذلك أمور أخرى سوف نتحدث عنها. أيضا أخواني، رأس المال لا يمس، وهذه الميزة الممتازة في الشركة. يعني رأس مالك يبقى أمامك، وقت ما تشاء تستطيع أن تسحبه أو تسحب منه. لست مضطرا لشراء سهم، ولست مضطرا يعني لكليك أو لأي شيء. تقوم بالاستثمار، رأس مالك يكون أمامك، والأرباح تنزل بشكل أوتوماتيكي، يعني كأنك ستقوم بالتعديل مجاني. وإن لم يعني يعجبك، وأنا متأكد أنه سيعجبك نظام الشركة ويعجبك نسبة الربح في الشركة، إذا لم يعجبك تستطيع سحب رأس مالك وتخرج دون أي يعني دون أي خسارة أو أي شيء. وهذا عكس ما يعني ما يكون في باقي المواقع التي تعودتم عليها. بالنسبة للعمولة أو أرباح الرفر، الشركة لا تطلب منك أو لا تجبرك على تسجيل الرفر معك، لكن إذا قمت بجلب الرفر فالشركة تمنحك 85%. نعم 85% على نسبة أرباح الرفر. طيب أخواني، سوف أشرح هذه النقطة. الربح للرفر فيه بعض الشروط، لكنها شروط بسيطة جدا. أول شيء، إذا أردت أن تربح على الجيل الأول، عليك أن تستثمر من 1 دولار إلى 99 دولار، تربح 25% من الجيل الأول. مثلا إذا قمت بالاستثمار وجلبت صديقك استثمر خلفك، إذا كان صديقك يربح في اليوم 10 دولار، فأنت ستربح 2.5 دولار يوميا ومدى الحياة. يعني الشركة لا تعطيك النسبة مرة واحدة. تصور أخي، لو مثلا قمت بتسجيل 10 ريفر، كم سيكون ربحك اليوم؟ شيء جميل جدا. طيب بالنسبة للمستوى الثاني، المستوى الثاني لديه شرط أيضا، عليك أن تستثمر أقل شيء 100 دولار. يعني إذا استثمرت 100 دولار ستربح 45% عمولة مدى الحياة على الجيل الأول والجيل الثاني. طيب بالنسبة لعمولة الجيل الثالث، على فكرة أخواني الشركة تعطيك عمولة من الجيل الأول إلى الجيل السابع، يعني 7 أجيال، 85% عمولة مدى الحياة، وهو أمر سهل، يعني ليس بالشيء المستحيل. تستطيع الاستثمار، بداية الاستثمار ب1 دولار، يعني أمر مريح جدا خصوصا للمبتدئين. طيب المستوى الثالث تأخذ فيه 15% عمولة، بشرط أنك تستثمر 100 دولار وتقوم بجلب 5 مستثمرين يكونوا أكتف، يكونوا نشطين، يعني يستثمروا هم أيضا، كل واحد يستثمر 100 دولار، يكونوا بمثابة الأكتيف، وتكون تمر أنت للمرتبة سي، يعني وتأخذ نسبة العمولة على الجيل الثالث. هنا تصبح نسبة العمولة 25 على الجيل الأول، 20 على الجيل الثاني، 15 على الجيل الثالث، يعني 60% عمولة. نفس الشيء بالنسبة للجيل الرابع والخامس والسادس والسابع، يعني كلما جلبت رفر أكثر تربح عمولة أكثر. وبالنسبة لاستراتيجية العمولة، تستطيع أخي أن تقوم بجلب 5 رفر، تشجعهم، تقوم بدعمهم، يعني الجميع سوف يربح. هم لو استثمروا ب100 دولار سوف يربحون، يعني أنت لن تأخذ العمولة منه، العمولة تكون بمثابة الهدية من الشركة. يعني تستطيع أن تقوم بتسجيل 5 أشخاص، تقوم بالاهتمام بهم، تقوم بتشجيعهم على الاستثمار، فتأخذ الربح العمولة على الجيل الثاني والجيل الأول. بالنسبة للجيل الثالث، إذا استثمروا 3، يعني إذا استثمروا 500 دولار، يعني يكون قيمة الاستثمار للرفر 500 دولار، تأخذ أنت عمولة 15%. طيب لو كل واحد فيهم جاب 5 رفر، أنت سوف تربح عمولة على الجيل الأول والثاني والثالث والرابع.
يعني أخي الاستراتيجية هي أنك تقوم باستثمار $100 أقل شيء، ثم تقوم بجلب 5 تريفر، وهو أمر بسيط. ولو قمت بعملية حسابية بسيطة، إذا اتبعت هذه الاستراتيجية ستستطيع أن تصل إلى ربح يومي $312 فقط إذا وصلت للجيل الخامس، دون أخذ بالاعتبار الجيل السادس والسابع، وباعتبار أن كل واحد سيستثمر $100. يعني مثلا قد تستثمر $1000، قد يكون عندك رفر يقوم باستثمار 2000 ويقوم باستثمار $5000 عادي، الكل سوف يربح. طيب نمر للنقطة الثالثة، تستطيع الاستثمار والسحب بأي بنك تريد، يعني بايزا، باير، نتلر، بيرفكت ماني، بلوكشين، نيكسابو، أي بنك تستطيع الاستثمار به. أيضا والشيء الجميل أنك تستطيع استعمال الباي بال غير مفعل، تستطيع تستثمر في الإدينار بباي بال غير مفعل، تستطيع تستثمر بداية من $1، لست مجبرا على جلب الرفر، لست مجبرا على الاستثمار مبالغ كبيرة، لست مجبرا على السحب، على الاستثمار والسحب بنفس البنك، تستطيع أن تستثمر وتسحب ببنوك مختلفة. طيب بالنسبة لاستراتيجية الربح، كما قلت لكم تستطيعون استعمال استراتيجية الرفر، يعني تقوم باستثمار $100 وتقوم بجلب 5 رفر، هذه استراتيجية جميلة. أو أن تقوم بجلب 10 رفر ويقومون بالاستثمار على $200، ثم ستصل في الجيل الثالث بربح أقل شيء $400 في اليوم. تستطيع أن تقوم بعملية حسابية، ستجد نتائج مذهلة جدا. نمر الآن إلى عملية التسجيل، ستجدون رابط التسجيل تحت هذا الفيديو بهذا الرقم. إذا نأتي هنا، نقوم بالضغط على سينياب. أخواني رجاء أن عند تسجيل أن تتأكدوا من سبونسر، يعني الحاضن، تأكدوا من وجود هذه الإيميل، يعني أختكم لقد تعبت في البحث في هذه الشركة وأتعب كثيرا في إيصال المعلومة، أقل ما يمكن أن تفعلوه هو دعمي بالتسجيل معي، وسأكون لكم خير عون بإذن الله. تضعون الإيميل هنا، تختارون البلد، تضعون رقم الهاتف. أخواني رمز البلد في الهاتف لستم مجبرون على وضعه، يعني لو اخترت الهاتف فهذا يكفي، يعني لست مجبرا على وضع علامة مع 0 أو 00 أو 216 أو 990، يعني ضع رقم الهاتف الذي لديك دون وضع رمز البلد. ثم تضع كلمة السر، تعيد كلمة السر، تضغط هنا I give my consent to the processing, I want to receive email، ثم تضغط authorize. سوف يقوم الموقع بتسجيلك، ثم تأتيك رسالة تفعيل من الإيميل. بعد أن تأتيك رسالة التفعيل، اضغط على الرابط الذي في الرسالة، سوف يفعل الحساب مباشرة. ثم تأتي هنا في اللوجين، تضع الإيميل، تضع كلمة السر، ثم تضغط لوجين. كما قلت لكم، الشركة لها نظام حماية عالي جدا. لتسجيل الدخول تطلب منك البين كود، سوف ترسله لك هنا على الإيميل. نقوم بالدخول إلى الإيميل، نقوم بعمل كوبي باست لهذا ثم نضعه هنا ونضغط لوجين. طيب سأقوم بشرح واجهة الشركة من الداخل. طيب هذا إيميل الحاضن لتقوم بالتواصل معي عند الحاجة، هذا رابط لتقوم بتسجيل الرفر أو أصدقائك أي حد. طيب هنا هذا رأس المال الذي تضعه، يأتي هنا رأس المال، تستطيع أن تسحبه في كل وقت وتستطيع أن تسحب منه في كل وقت، يعني على ذمتك. هو بمجرد هو رأس المال هنا أخواني يعني شبيه للضمان، التعدين مجاني. طيب هنا البونس
ربحك اليومي. الاي دي ار سي تستطيع تحويل الاي دي ار للاي دي ار سي، لكن لا تستطيع تحويل الاي دي ار سي للاي دي ار. يعني هنا الاي دي ار سي هي يعني منتج من الاي دي ار، يعني بعبارة اخرى الاي دي ار قيمتها بين الواحد والواحد فاصل 43 دولار. الاي دي ار سي نستعملها في التداول قيمتها 0.34 دولار. يعني من الاحسن الاستثمار في الاي دي ار، لسنا مجبرين على الاستثمار في الاي دي ار سي. طيب نأتي هنا ترانزاكشن، هي التحويلات التي قمت بها. الاوتو مايننج وهو شيء مهم سوف اقوم بشرحه. طيب الربح اليومي الذي يأتيك في البونس، تقوم بعمل اوتو مايننج له ليتحول الى اي دي ار. يعني البونس هو شبيه للمواد الخام مثلا، يعني نستطيع نقول عنهم مواد خام محتاجة الى اعادة تصنيع لتتحول الى اي دي ار حقيقة، لتتحول الى عملة وتصبح مع رأس المال. يعني الربح الذي أخذته تقوم بتحويله عن طريق الأوتو مايننج إلى رأس المال، ثم لك الاختيار أن تسحب ما ربحته أو أن تتركه مع رأس المال. مع رأس المال عفوا، مثلا إذا أنت ربحت هنا 10 اي دي ار وقمت بتعدينها اوتو مايننج ثم تحولت هنا، يصبح ربحك اليومي 0.65 من 110، مش 0.65 من 100، 0.65 من 110، وتستطيع ان تسحب ربحك من هنا في اي وقت. طيب نمر الى الشيء الريفرال بروجرام. هنا تجد الريفر الذين تسجلوا معك. ملاحظة اخواني، ما تجدونها هنا مثلا ليني يعني الجيل الاول، الجيل الثاني، الثالث، الرابع الى غيره، ما تجده هنا هو الاكتف ريفر، يعني العضو النشيط. الاكتف ريفر هو الذي يستثمر 100 دي ار او اكثر. هذا عدد الذين تسجلوا معك في الجيل الاول، عدد الذين تسجلوا معك في الجيل الثاني وهكذا. طيب اشرح لكم شيء اخر وهو هنا البونس، يعني ربح الذي تسجل تحتك. مثلا هنا 8.84 قيمة استثمار الرفر الذي تسجل معك وعدد الرفر الذين أتى بهم. تستطيع أن تضغط هنا لتجد الرفر الذين تسجلوا تحت، يعني الذي تسجل تحتك مباشرة، يعني الرفر في الجيل الثاني والثالث وغيرها. طيب لتتأكد أن أحدهم تسجل معك أو لا، تقوم بوضع الإيميل هنا وتضغط سيرش. إذا بان عندك هنا سوف يعني معناه أنه تسجل معك، لكن لم تجده هنا تقوم بإخباره لإعادة التسجيل مثلا إن كان يريد ذلك. الشيء الآخر ماي أكونت، وهنا تقوم بإضافة البنوك التي تريد أن تسحب بها. كما قلت لكم مسبقا أنك تستطيع تسحب بأي بنك تريد. مثلا أنا هنا قد قمت بإضافة البلوكشين. لإضافة البنوك تضغط على Add Wallet. إذا أخواني هنا تضع Account Number مثلا الإيميل أو رقم حسابك في البنك الإلكتروني. تأتي هنا Payment System. طيب إذا كان لديك حساب في الباير، في البايبال، في البرفكت ماني أو غيرهم، تضغط على USD سوف تجد البنوك من هنا، النتلر، كل البنوك، اليورو، هنا البي تي سي مثلا إذا كان لديك في البلوكشين أو في البي تي سي حسب المحفظة التي تمتلكها. طيب أيضا تستطيع أن تضيف هنا في الكريبتو، في البي تي سي أو العملات الإلكترونية الأخرى التي تريد أن تسحب إليها، مثلا لايت كوين، الاي دي ار سي، الاثريوم الى غيرها. بعد اضافة الحساب تقوم بالضغط هنا على اد، يعني كما قلت لكم تختاروا من هنا الحساب، تضغطوا في المربع ثم تأتي هنا تضيف رقم الحساب او الايميل وتضغط هنا اد، وسوف يضاف حسابك الى السيتنج. طيب نمر الى النقطة الموالية، هي سيل باي، يعني الشراء والبيع.
طيب اخواني، الشركة من الداخل هي عبارة عن سوق، يعني تستطيع ان تشتري وتبيع فيها كما تشاء، لكن الشركة تحدد لك المستوى الماكس ومستوى المين، يعني الحد الاقصى والحد الادنى. مثلا في البيع تستطيع ان مثلا انت اذا كان لديك 100 دينار مثلا تستطيع ان تبيعها ب$105، وتستطيع ان تبيعها باقل مثلا $90 يعني برغبتي، لكن الشركة هي التي تحدد الحد الاقصى والحد الادنى. نأتي لطريقة الاستثمار. كما رأيتم ضغطنا سيل اند باي، ثم نأتي هنا نختار باي، من هنا نختار البنك الذي نريد ان نرسل اليه المال. يعني انت هنا لما تقوم بالاستثمار فانت سوف تتعامل مع عضو في الشركة، يعني تقوم بارسال المال اليه الى يعني البنك الذي تريد، وهو يقوم بارسال مبلغ الدينار اليك، يعني تبادل داخلي. طيب تأتي هنا بايمون سيستم، تختار مثلا في اليوستي تختار البنك الذي لديك، يعني الذي تريد ان تستثمر به. ايضا البي تي سي بالنسبه للذين يعتمدون البلوكشين، بالنسبه للذين يعتمدون الاكسابو، محفظه الاكسابو، يضغطون على كريبتو من هنا بي تي سي، ثم يضغطون في داخل هذا المربع. مثلا انا لدي مال في الاكسابو، طيب اضغط هنا ثم اضع المبلغ الذي اريد استثماره. مثلا انا لدي $10، طيب اضع في المينيمون امونت مثلا 9، في الماكسيموم اضع 10، او اترك هذه 5 مثلا. طيب اخواني، بعدما ضغطنا على كلمة فنت، ضغطوا هنا، تظهر لدينا هذه الخيارات. طيب هنا قيمة الدينار التي تريد شراءها. طبعا مثلا اذا كنت تريد شراء 10 وظهر هنا لديك 5 و4 و1، تستطيع ان تشتري 3، يعني كل مرة تشتري عرض. هذه العروض الموجودة الان. طيب مثلا هنا انا اريد مثلا ان اشتري 8.5 دينار، سعرها 0.0144 بتكوين، يعني اقوم بارسال هذا المال الى محفظة البائع، وهو يرسل الي 8.5 دينار الى حسابي في الدينار. طيب اضغط هنا سواب، مثلا انا اخترت هذا البائع، اضغط على سواب، تأتيني نافذة جديدة تحت اسم كونفيرماسيون. كما رأيتم هنا المبلغ بالدينار، البيتكوين سعرها، ثم نضغط على كلمة كونفيرم. إذن تظهر لدينا هذه الصفحة تحت اسم اوردر. يقوم على فكرة اخواني، يعني ملاحظة، ارجوكم لغة الموقع اتركوها بالانجليش او بالفرنساوي، يعني العربي لا، يعني لا معنى له هنا، لان الكثير، وقد تعرضت لهذا الامر، من الاخوة يقومون بتغيير لغة الموقع الى العربي، ثم عند الارسال هنا يعني يعطوهم عنوان خطأ للمحفظة. من الأحسن أن تتركوا لغة الشركة بالإنجليزي أو الفرنساوي. طيب نكمل، يعني تأخذ المبلغ الذي تريد أن تستثمره، نسخ، ثم تأتي إلى المحفظة. مثلا أنا هنا عندي البلوكشين، نضغط أنفويي أو سند، تختار محفظتك هنا. بعض الأخوة الذين لا يعرفون كيف يستثمرون بالبلوكشين، ثم هنا تضع المبلغ الذي تريد استثماره،
هنا تأخذ عنوان المحفظة الذي هو هذا وتضع باست هنا، ثم تضغط على بروشين ايتاب وتكمل المراحل. هوني بعد الارسال، وانا اخترت البيتكوين عن قصد، بعد الارسال عليك ان تنتظر الى ان يصبح الارسال كونفيرمي يعني مفعل. تعلم من هنا، تضغط هنا تجد ترانزاكشن ترميني، يعني تمام تفعلت. تضغط هنا، وعيد تضغط هنا، لأن بعض الأخوة يعني لا يعلمون كيف يفعلون هذه المرحلة، وهي مرحلة مهمة جدا لإثبات الدفع. تضغط داخل هذا المربع، تأتيك صفحة موالية، تقوم بأخذ صورة أو كابتير لهذا المجال كما رأيته. أهم شيء هذه المعلومات، يعني تقوم بأخذ الصورة لهذه المعلومات، ثم تعود للموقع تضغط هنا بيت، تكتب الرسالة مثلا ترانسفير ترميني أو سكس ترانسفير، بعدها تقوم بشحن الصورة التي أخذتها، يعني إثبات الدفع. بالنسبة للبنوك الأخرى إثبات الدفع، لكن هنا بالنسبة للذين يستثمرون بالبلوكشين أو الكسافو، أرجوكم إخواني انتظروا إلى أن تصير عدد الكونفيرماسيون هنا 3، ثم تأخذون صورة لهذا وتقومون بإرسالها للشركة من هنا، ثم تضغطوا كونفيرم. طيب إخواني، لمن مثلا لا يقوم بالإرسال أو يخطئ، يأتي هنا My Order، سوف يجد العملية التي قام بها. يضغط على كلمة View، مثلا أنا هنا قمت بالشراء لكن نسيت أن أرفع إثبات الدفع، أضغط هنا. أستطيع أن أختار Cancel، يعني إذا لم أرسل المال أختار Cancel. إذا أرسلت مثلا ونسيت أن أرسل إثبات الدفع، أقوم بكتابة رسالة أخرى عادي، وأقوم برفع الصورة والضغط على وريت أمسج. هذا بالنسبة للاستثمار. بالنسبة للسحب، السحب يكون عن طريق 4 طرق، سوف أتطرق إليها إن شاء الله في شروحات أخرى، لكن سوف أخبركم عنها بعجالة الآن. طريقة السحب الأولى هي أن تقوم بإرسال المال إلى أحد أصدقائك أو الفريق الذي تعمل معه أو أي حد، تقوم بإدخال الإيميل هنا، ثم هنا المبلغ الذي تريد إرساله بالإدئاء، ثم تضغط سند، سوف يصل المال الذي تريد إرساله إلى الشخص، يعني الشخص الذي تريد. الطريقة الثانية هي من خلال الباي هنا، تضغط في الأول سيل باي، ثم تضغط هنا سيل باي وتقوم بالبيع. كما قلت لكم البيع تختار أنت السعر الذي تريد عليه، لكن في مجال محدد، يعني في حد أدنى وفي حد أقصى مفروض من الشركة. تقوم بمثلا هنا، مثلا أنا لدي مبلغ أريد أن أبيعه، تأتي هنا تضغط كريبتو كرانسي، تضغط دينار، تختار هنا، تضغط في وسطها، ثم تكتب المبلغ الذي تريد بيعه. على فكرة أخواني، البيع لا يفوت 24 ساعة، يعني بعد أن تضع المبلغ للبيع أموالك تصلك إلى البنك الذي تريد أن تسحب به مباشرة في أقصى الحالات 24 ساعة. لمن يقول مثلا سؤال، من يضمن لي أن يعني المبلغ الذي سوف أضعه سوف أجد من يشتري؟ أخواني، الشركة كبيرة جدا وفيها عدد مهول من المستثمرين، وبالنسبة للبيع ليس فيه أي مشاكل لأن العملة ناجحة، وأغلب الناس يقومون يعني بشرائها. على فكرة أخواني، عملة الADR حاليا لها انتشار فظيع في آسيا، في
يعني في القارة الأوروبية يوجد يعني محطات بنزين، ويوجد محلات تقوم يعني بقبول عملة الـ ADR مقابل خدماتها، وهذا الشيء مفرح جدا وهو دليل على نجاح العملة. طيب بعدها تضع كمية الـ ADR هنا، تضغط نيكست وتكمل المراحل. إن شاء الله في حلقة قادمة سوف أقوم بشرح البيع في الـ ADR. الطريقة الثالثة للسحب هي من خلال الإكشنجر الخارجي، يعني شركة متعاقدة مع مواقع عالمية تقوم بقبول الـ ADR مقابل البنوك الأخرى. مثلا إذا أردت مقابل البرفكت ماني، مقابل النتلر، تقوم بدفع الـ ADR وتستقبل ما يقابلها من مال على البنك الذي تريد. الطريقة الرابعة والتي اعتبرها أنا أجمل طريقة، وهي تحويل الـ ADR إلى البيتكوين، الإثريوم، إلى العملات الأخرى، وذلك من خلال منصة اليوبيت. تقوم هنا بوضع عنوانك في منصة اليوبيت، ثم المبلغ الذي تريد تحويله، ثم إرسال المال. بعد ذلك تقوم بتحويل المال من الـ ADR، عفوا، من الـ ADR إلى البيتكوين، ثم تسحبه إلى محفظتك في البلوكشين، في الكسافو، كوين باز، إلى غيرها من محافظ البيتكوين، وهو شيء رائع. يعني أقول للأخوة الذين يلهثون وراء مواقع تعديل البيتكوين أو المواقع التي تعطي نسب ضعيفة جدا من الإثريوم، قم بالتعديل هنا في الـ ADR، نسبة معقولة جدا، ربح ممتاز، ربح مدى الحياة، يعني 20% كل شهر ربح على الرفر، ثم أقوم بسحب الأرباح وتحويلها إلى العملات الأخرى مثل البيتكوين وغيرها. يعني الـ ADR يعطيك حلول لكل مشاكلك في التعدين، في الربح، في كل شيء. إخواني والله لم أجد في حياتي أجمل من هذه الشركة، يعني شركة كاملة متكاملة سبحان الله. سوف أقوم بشرح طريقة السحب في فيديوهات أو شروحات قادمة إن شاء الله. سوف أشرح طرق السحب الأربعة في شركة الإدينار. إذن كما رأيتم إخواني، أربع طرق للسحب لم توفره أي شركة قبلها. الميزات التي وفرتها الإدينار لم توفرها أي شركة. شيء آخر إخواني، لمن يقول نسبة الربح ضعيفة، وي إخواني، نسبة الربح في الإدينار ليست ضعيفة، 20% ورأس مالك أمامك تستطيع سحبه في أي وقت. كيف تقول نسبة ربح ضعيفة؟ طيب لو أنت مثلا اشتغلت في مواقع الهيب التي يلهث وراءها الجميع، يعني 10% في اليوم وثاني يوم تنصب تخسر كل مالك، اعمل في الـ ADR وقم بجلب رفر كل أسبوع. يكفي أن تجلب رفر واحد في كل أسبوع، والله يا أخي بعد شهرين ستجد نفسك تربح $100 في اليوم عادي، بكل بساطة وبكل سهولة. المشكلة نحن العرب نريد أن نربح $1,000 في اليوم، وهذا شيء مستحيل. عليك أن تتبع المنطق، استثمر في الـ ADR وارضى بربح معقول، ربح دائم، وكون فريق. الـ ADR شركة إن شاء الله تبقى مدى الحياة، يعني أنت الفريق الذي سوف تكونه سوف يبقى معك مدة طويلة، قد لا يكون يعني 100 سنة أو 50 سنة، أقول أقل شيء 6 سنوات، وهذا الأمر بضمانتي أنا شخصيا، لأن الخوارزميات التي قامت الشركة بإنتاجها تنتهي بعد 6 سنوات، وأيضا الشركة تطمح بإنشاء عملة جديدة عن قريب، يعني مستقبلها كبير إن شاء الله. ابدأوا بالتعدين، ابدأوا بالاستثمار، الشركة صادقة، لا خوف فيها، لا مخاطرة، لا أي شيء، الربح رائع، قوموا بتكوين فريق سوف تضاعفون أرباحكم. أخيرا إخواني الكرام، كما قلت لكم، أدعوكم بكل ثقة في الاستثمار في هذه الشركة. هدفنا واحد وهو الحرية المالية وأرباح كبيرة
بالنسبة لي شخصيا أطمح في $300 في اليوم، وإن شاء الله سوف أصل إلى هذا بالاجتهاد. سنتعاون كفريق، يعني لن يصعد أحد على حساب الآخر، سوف أكون معكم، سوف أدعمكم، لن تحتاروا في شيء، شحن الرصيد، فتح حسابات، سوف أكون لكم خير داعم بإذن الله. كل من يريد دعمي والالتحاق بالفريق يقوم بالتسجيل من خلال الرابط الذي سوف أضعه مع التركيز في سبونسر، أرجوكم إخواني، والانضمام إلى فريقي من خلال الفيسبوك كنز المستقبل دي آر كوين العرب من خلال هذا الاسم، وأيضا من خلال بعث طلب صداقة إلى حسابي في الفيسبوك ليدر جولي خليل، سوف أقبل الجميع دون يعني دون أي اعتراض. المهم إخواني الاحترام المتبادل والاجتهاد، سوف نصل جميعا بإذن الله. أخيرا أستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه، ملتقانا في فيديوهات وشروحات قادمة إن شاء الله، سوف أشرح لكم طريقة السحب في الـ EDR وأتيكم بالأخبار الجديدة بإذن الله.